أخبار اليوم. كان هناك رأي إن إحنا بنعملش مطالبة صحفية. فكان قرار مجلس الإدارة. بقول بصراحة أنا شخصيا ما عنديش مشكلة مع الإعلام خالص. لا صحفيين ولا القادة ولا مواقع ولا إعلاميين ما عنديش مشكلة. لكن هيعمل معايا مشكلة هعمل معاه مشكلة. مجلس الإدارة امبارح خد قرار بالإجماع. وأقول لكم بصراحة القناة أو الصحفي اللي ما يعرفش اسم رئيس النادي ورئيس تحرير وهيشيل اسم رئيس النادي اللي اسمه مرتضى منصور اتفضل مشكورا بقى. كلامي واضح. أنا اسمي مرتضى منصور مش اسم رئيس نادي الزمالك. مع احترامي لكل الموجودين كلهم وجوه عارفها طبعا كلهم ناس محترمين. إنما اللي شايف إن عنده حرج إن نازل اسم رئيس النادي مرتضى منصور يتفضل يطلع بره مشكورا. انما الفيلم اللي احنا عايشين فيه بقالنا دلوقتي شهرين بقى ده مدير. يعني حتى اي صحفي يسال نفسه ايه المشكله المره دي بين رئيس نادي الزمالك اللي اسمه مرتضى منصور وبين الصحافه؟ عايز بس حد كده يكون عنده الشجاعه يقول لي انت مشكله بيني وبينك او بيني وبينك نقابه. كيف اقول؟ انما تروح تعمل محمد امين لن اتركه. لا هو ولا قميص الحديدي. هما اللي غلطوا ومش هسيبهم. حضرتك عايز تجامله كنقابة؟ استحملنا بقى.